général, un homme autrefois enviable à Dieu. Il avait sauvé cette terre face à ses ennemis, disposé pour diriger ce pays d'une royauté absolue. Il était fort et de noble progéniture. اول مره كنشارك وكنشكر بزاف اللجنه المنظمه اللي تحت لي هذه الفرصه باش نشارك في هذا المهرجان اللي هو متميز. المسرحيه بالاساس هي ان بارتاج، يعني الحضور كيجي وكيتلاقى مع ممثله اللي كتادي شخصيات عثمان، هي الاخت ديال انتيغون، والهدف هو اننا نعيشوا هذيك التجربه الانسانيه اللي عاشتها عائله اوديب. الميساج هما بطبيعه الحال كاتب المسرحيه هو سوفوك، حنا درنا اون ادابتاسيون ديال النص ديال سوفوك اللي هو تترجم باللغه الفرنسيه، وطبيعة الحال يعني كاينين بزاف ديال الدلالات، يعني المسرحيه كلها عامره ب كومون دير دي ميتافور، يعني محسنات الجماليه. دونك الجمهور هو اللي خصو ينفعل مع هاد المسرحيه ويشوف كيفاش سوفوك يعني بغى يوصل هاد التجربه الانسانيه اللي عاشتها عائله اوديب. Arrivé au-dessus de la mer, l'armée est